جزيرة جربة رغم إعلان الانطلاق في تطبيق إجراءات الحجر الصحي الموجهة ظل الوضع على حاله دون تغيير لما وجد المواطنون أنفسهم عاجزين عن التنقل خارج الجزيرة بتواصل توقف نشاط سيارات اللواج. علموا عليها معناها هي باش يرجعوا يخدموا واللواجات موجودة، لكن قال لك ما يخرجش من حتى إنسان من جربة لا لواجات ولا ركاب. نرى في المحطة ما ثماش لواجات، عندي 4 شهور مش نحب زاد عاد نروح زاد عاد لداري. ناس تخدم على روحها، ناس عندها مصالح، ناس عندها شكون مريض، ناس عندها كذا، ناس عندها كذا. اليوم تجي تقول نجيو للمحطه يقول لك ما فماش لواجات، لواجات مساكين بيمشوا المعتمديه ما مش عارف شنو الاشكال. ما يعيشه هؤلاء المواطنون الراغبون في التنقل من معاناه يتقاسمه معهم ايضا اصحاب سيارات اللواج في جزيره جربه الممنوعين من العمل دون غيرهم من زملائهم المشتغلين على بقية الخطوط داخل ولاية مدنين. طهرنا كرهبنا نظفناهم على جان اليوم باش نتوكلوا على رب. قالك لا ما عاد جربة ما تخدمش، احنا الواجهات رانا حبسنا ماشي عندنا تعرف من 15 مارس ما خدمناش. جو لهنا للمحطة يجي يقول لك كم ترخيص وتجي باش تخرج في القنطرة قال لك ما هناش ولي ما يعطيش الترخيص خلي الناس تخدم. قلت باربع بلايص موافقين افتح للناس الكل مش في ولايه تخدم ولايه هنا مش موجود. وفي تفاعل مع هذا الاشكال المستمر اكدت السلطات الجهويه المختصه ان رفع اجراءات هذا المنع يعود بالاساس الى المصالح الصحيه.